سأريكم كيف تخرجون أحياء من أخطر الأماكن على الأرض. سأعيش سلسلة تحديات في أماكن لا تدومون فيها يوما من دون مهارات البقاء المناسبة. أنا الآن في أقل الأماكن شهرة وتعدادا سكانيا في أمريكا، ضمن الوديان العميقة والصدوع الخفية. مكان سيء جدا. على التخم الشمالي لصحراء تشيواوان في غربي تكساس يوجد ما يدعى بالريف الكبير. لا يوجد شيء عليها. ويواجهه من يجرؤ على ذلك. في الأسفل صحراء تشيواوان، وهي من أكبر صحاري أمريكا الشمالية. إنها شاسعة جدا، لكنها أيضا خالية، يكاد لا يقطنها أحد مطلقا. تعرف باسم الديسبو بلادو، الأرض الخالية من البشر. تمتد 1300 كيلومتر بعرض 400 كيلومتر من أريزونا عبر تكساس إلى منتصف المكسيك. هذا بلد التخوم في أكثر أشكاله برية. كل عام يحاول الناس عبور حدود الصحراء بين المكسيك والولايات المتحدة، لكن العديدين يفشلون. إذا لم تحترموا هذا المكان فسيقتلكم. حسنا بير، وصلنا إلى ارتفاع 2400 متر، عليك الاستعداد. القفز من طائرة ذات زوجي أجنحة ليس بسيطا. أسرع وأسهل طريقة هي أن يقلب الطيار الطائرة، أن يقلبها رأسا على عقب وينزلني. قد أصاب بالدوار، لكن ذلك فعال للقفز. هذه هي المرة الأولى لي، وإن اصطدمت بالذيل وأنا أخرج تكون نهايتي. سأريكم كيف تبقون على قيد الحياة لكي تعودوا إلى المدنية. كل ما أخذه هو بضع أدوات للبقاء، يرافقني طاقمي أيضا. لقد ابتعدت الطائرة، وأتساءل أين سأهبط. هنا أكثر الأقاليم حرا في أمريكا الشمالية، ترتفع درجات الحرارة إلى المئات بأشهر. أشعر من الآن بحرارة هذه الصحراء، وستكون هذه حالة تجنب الصبار. أنا على الأرض، ولكن هبطت على نبتة صبار. لنطوي هذه المظلة ونتركها هنا. معظم الذين يضلون الطريق يفعلون هذا الشيء. حسنا، لنمضي الآن. صحراء تشيواوان شديدة الحر والجفاف، تحصل على 3 سنتيمترات من المطر في الشهر. هنا عدم الإصابة بالجفاف هو أكبر تحد لك، لكنه أمر لا غنى عنه، وهو مفتاح البقاء في مكان كهذا. العظام كثيرة. هذا قيوط قديم. المكان جاف. من المفيد أن أخذ شيئا من هذا معي. لعظام الثعلب القيوط 1000 استعمال، وهي خفيفة الوزن. لنحاول الذهاب إلى الأراضي العليا لنعرف اتجاهاتنا ونرى الأرض من حولنا. الوصول إلى الأعلى يوفر لكم فهما للتضاريس ويريكم ما تواجهونه. شاهد الأفق، تلك هي جبال سيارا ريكا، وقبلها هناك نهر ريو غراندي الذي يفصل المكسيك عن أمريكا. لحدوده حراسة شديدة، وهناك
ستجد أحدا ما، لكن بين هنا وهناك منطقة تقول واجهني إذا كنت تجرؤ. المسير في هذه البيئة يعد عقابا، لكن بالتفكير السليم يمكن قطعها بسرعة وسهولة. رياضة باركور هي تقنية لدى الجيش الفرنسي، تحتاج إلى السرعة والتوازن والزخم، وفيها تسلكون الطريق الأكثر استقامة. إنها طريقة فعالة لقطع الأراضي الوعرة بسرعة. إذا كانت الصحراء غير قاسية، فتحت السطح شيء قاتل في الوقت الذي كانت فيه مزرعة مواشٍ. أترون هذه الحجارة التي تشكل دائرة؟ هذا شكل غريب جدا، على الأرجح هذا فخ، صياد من نوع ما، وقد عملت مع الصيادين وهذا ما يقومون به، يتركون هذا ليس فقط ليجدوه ثانية، بل أيضا كتحذير للآخرين إذا مروا من هنا. لنرى ما سنفعل بالفخ. إخوان السلام عليكم، كيفاش قال؟ جبال سيليلاريون وجبال أمريكا اللاتينية. يا قدا ضربت واحد الناس هنايا، دابا صافي، دابا بإذن الله تري قلت. وما أنا عشي من البارح، والله ما ناس، والله ما ناس. البارح مشيت العريش بالليل بيكالا، كما شاهدتو في اللايف، مشيت ضربت الهلابية في العريش. شوف كنت ناعس هنايا، الشمس كتزيد عليا، الشمس كتزيد تقرب عليا، وانا كنتم زايد كنقان كتشوطني الشمس، كنبقى كنتلوك بحال الحيه، كنتم داخل. شوفي كانت واجدنا، شاهد امو شاهد. اذا انا كائن حي. يلا سيدي نتوكلوا على الله، يلا سيدي. هاد النخلة شحال عزيزة عليا، الله اللي كيقول الفلوس، والفلوس ها خوذا شبعنا، بارك علينا، صافي نكملو هادشي اللي عندنا، كتسمعني ولا؟ صافي نكملو هادشي اللي عندنا حبيبي. يا جميل يا جميل، امالك يا هبة خصك تزوجي ولا؟ وهيبة حتى انتي عاوتاني خصك تجوجي، نجوجوك ها قوليها. قال لك هذا شي واحد، شي اسمعوا، هذا شي واحد بغى يتزوج، هو ما خدام ما والو، والمهم فيما هيدا في الدار ديالهم كيشوف بوه، كيشوف بوه كيكون قريب له، كيبدا كيدير راسو كيحلم، وجوجوني وجوجوني وجوجوني، فهمتي؟ ماشي يقول له بوها بو جوجني، لا يعني تحراميات، كيدير راسو كيحلم وكيقول له مو جوجوني وجوجوني وجوجوني وجوجوني، ايوا بوها يقول له.